ومن هذا الدرس الترانزستورات يعني كيف تعمل بي ان بي ان و بي ان بي. يعني هنا عندنا هذا دو ان 222 331، هذا ان بي ان. كيفاش العمل ديالو؟ يعني هنا اش قال لك؟ هنا البليس بعدا كاين ديال 9 فولت غيمشي للريزيستانس الاولى والثانيه، ومن هنا غيمشي البليس ديال الاولى والثانيه، من هنايا غيخرج هذا الموان ديال هذا الليد غيمشي للكوليكتور، والموان الاخر ديال الليد غيمشي للانتيريبتور، من الانتيريبتور للاباس، لان ما غتورك عليه بحال هكا غيدوز خمسة هنا خمسة ميني امبير، ومن هنا زيرو فولت غتمشي لهذا الايميتور. دابا حنا غنشوفو هاد 20 ميني امبير 5 ميني امبير 200 امبير كيفاش تجي. اش قال لك هنايا؟ لذا علينا فحص الرقم المدون الذي يخبرنا كلاهما هنا موصل بالقطب الموجب الدائرة الرئيسية، لا تعمل حتى نضغط على المفتاح في الدائرة التحكم. يعني خصنا حنا تنوركو على هذا باش يدوز الضوء. شحال غيدوز؟ لاباس القاعدة لا تعمل حتى نضغط المفتاح في الدائرة التحكم نستطيع رؤية التيار يسري عبر الأسلاك إلى الترانزستور. يمكننا إزالة الدائرة الرئيسية أو دائرة التحكم في المصباح، وستظل تضيء عندما تضيء المفتاح، حيث أن التيار يعود للبطارية عبر الترانزستور. عند يضغط المفتاح يكون هناك 5 ميلي أمبير. مني غتورك على هذا غنعمدو في الدرس الأول، مني غتورك بحال هكا 5 ميلي أمبير غتمشي لاباس ياك 5 ميلي أمبير، وهناك 20 ميلي أمبير فين غتمشي؟ في المجمع. فين هو المجمع؟ 20 ميلي امبير هو هذا هو الكوليكتور، غتمشي 20 ميلي امبير وهنايا و 25 هنا لاباس 5 ميلي امبير قاعدة، المجمع كوليكتور 20 ميلي امبير، 5 ميلي امبير في القاعدة و 20 ميلي امبير في المجمع كوليكتور لاباس، و 25 ملي امبير في الباعث، وبالتالي التيار يتجمع في هذا الترانزستور. يعني 25 ملي امبير فاش في الباعث يعني الايميتور 25 ملي امبير، الباعث القاعده لاباس 5 ملي امبير، والكوليكتور 20 ملي امبير، والترانزستور هنا غيخدموا الفولات بجوج لانك غتورك على هنايا. هنايا اش قال لك عاوتاني؟ هنا عبر الاسخال لا حتى نضغط على المفتاح الدائرة نستطيع التيار يسري عبر الأسلاك إلى ترانزستور. يمكننا إزالة الدائرة الرئيسية، قالك هنا يمكننا إزالة الدائرة الرئيسية، حيدنا مثلا هذا الخيط هذا من هنايا، حيدناه من ما بين الكوليكتور وما بين هاد الليد هذا ياك. دائرة التحكم في المصباح وستظل تضيء عندما نضغط على المفتاح، حيث أن التيار يعود للبطارية عبر الترانزستور. يعني لو وركتي بحال هكا قال لك التيار يعود للبطارية عبر الترانزستور، غيبقى ديما واخا حيدتي هذا سميتها غيبقى ديما يشعل، فهمتي؟ قديما الدائرة بحال هكا غيبقى ديما هذا البليس غادي بحال هكا، هذه ما غتشعلش ولكن هنا غتشعل هذه هي شتي، وغيبقى ديما ما بين سميتها غيبقى ديما بحال هكا ديما ما بين الايميتور ولا باز ما بين هذا سميتها غتبقى ديما خدامه الدائره. فهم دابا يعني المهم من هذا الشيء هذا، يعني واخا حيدناها سميتها بقات كتشعل هذه البوله هذه، علاش؟ عندما نضغط على المفتاح حيث ان التيار يعود للبطاريه عبر الترانزستور. يعني تورك بحال هكا التيار فين غيمشي؟ غيمشي على بحال هكا لا باز، وغيبقى ديما يدور بحال هكا اش غيشعل؟ غتشعل هاد البوله هادي وهادي ما غتشعلش. وهنايا المهم هو هاد هنايا القاعده 5 لاباز 5 ميلي امبير، والكوليكتور 20 ميلي امبير، و الايميتور 25 ميلي امبير. سوف نكمل.